القدس خصوصا والقضية الفلسطينية عموما كانت وما تزال مكونا ثابتا من مكونات الدولة الأردنية وعنصرا من عناصر الشرعية الهاشمية. بتلك الكلمات بدأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العدات حديثه في مؤتمر الهاشميون والقدس تاريخ من الحماية والرعاية، مؤكدا أن مجلس النواب يمثل هذه القيمة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الوطنية الأردنية والمبادئ التي قام عليها المشروع النهضوي العربي. لقد كان من الضروري إعادة صياغة الموقف بالنسبة لدعم وتأييد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من الدول الشقيقة بشكل خاص، لكي يفهم على أنه موقف من أجل القدس ومقدساتها أولاً وآخراً، لأن تلك الوصاية تشكل بالتضامن والتفاعل مع صمود المرابطين من أهل القدس وفلسطين ومع مجلس أوقاف القدس ودائرة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية ومجلس الكنائس والأوقاف المسيحية خط الدفاع الوحيد في مواجهة عمليات التهويد ومقاومة سياسة الأمر الواقع والحيلولة دون تنفيذ مخطط العاصمة الموحدة لليهود.